الجريدة ريحانة بريس على إتاحة هذه الفرصة لنا للتكلم والتعبير عن معاناة الأستاذ بالقطاع الخاص. موضوعي هو صرخة أستاذ بالتعليم الخصوصي. سأطرح إشكالية منتظرة منكم الرد وإقناعي حول الموضوع. إشكاليتي هي النظرة لبعض إخواني المغاربة للتعليم الخاص ولأطور التعليم الخاص، مع العلم أن أطر التعليم الخاص تشكل نسبة مئوية مهمة لا يستهان بها من السكان المغاربة. لما هذا الهجوم؟ ولما كل هذه التعليقات السلبية لرجل التعليم الخاص؟ فالرأي العام هائج، وأغلبية الشرائح الاجتماعية للأسف تهاجم. حتى إخواننا أطر التعليم الحكومي الذين يعرفون معاناة الأستاذ في المجال عن قرب وعن كتب، حتى هم قاموا بالتضامن مع من هم بعيدون عن الصورة ولم يحركوا ساكنا. أوليس نحن في نفس المجال؟ وإن أردت تحدث بشكل خاص سأقول الآتي: بدأت مشواري في التعليم الخاص منذ كان عمري 18 سنة. اخترته بقناعة لأنه لم يكن بإمكاني الالتحاق بالتعليم الحكومي آنذاك، لأنه أنتمي إلى أسرة رفضت بتاتا أن أعين في قرية بعيدة عنه لخوفهم علي. وكما تعلمون التعليم أو التعيين في السنوات الأولى يكون بمناطق نائية، وهذا كان مرفوض وغير قابل للنقاش بالنسبة لأسرتي. عشت طيلة هذه السنوات وأنا أحمد الله على نصيبي، وكنت ولا أزال أفتخر بالمهمة المنوطة إلي، وأحس بنشوة وفرحة وأنا وسط تلاميذي. وإذا بي أفاجأ أنه وبعد 26 سنة من العمل، أنه بالنسبة لبعض إخواني المغاربة، أنا لا أعمم من هذا المنبر، بل بعض إخواني المغاربة، أنني لا أستحق دخلي الشهري. لم يقولوه مباشرة، بل عبروا عنه بهذا الهجوم على المؤسسات الخاصة ورفض بعض أولياء، أنا أقول البعض دائما، بعض أولياء التلاميذ من أداء المستحقات. وسؤالي المطروح هو: أخي المغربي، أختي المغربية التي تعملين في قطاع آخر، سواء مع الدولة أو مع الخاص، أنتم من حقكم العيش ونحن لا؟ أنحن لا؟ لا نستحق العيش؟ لم لا؟ أنحن مياومين؟ وإنكم مياومين، أهذا هو الأستاذ الذي يستحق التقدير؟ للأسف منذ نعومة أظافري وأنا أسمع الحكمة التالية التي لم تفارق آذاني: قم للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. هذا هو في نظركم، هذا هو الرسول الذي تحدث عنه الشاعر؟ هذا هو الإنسان الذي تأتمنونه على أولادكم؟ هناك تناقض في فكرنا وأريد فهمه. عند ولوجنا لمؤسسات خاصة وعند زيارتنا لهم لتسجيل أطفالنا، فإننا نبحث ونبحث ونقارن بين المؤسسات، بمعنى أنك أيها الرجل المغربي لا تسجل أولادك في مؤسسة كيفما كان نوعها حتى تكون قد وضعت كل ثقتك فيها، فكيف تحتقرها الآن؟ أنت الذي اخترت وأنت الذي حملتنا أغلى ما لديك، حملتنا أمانة أولادك، وكل منا أطر تربوية وإدارية في خدمتك على مدار اليوم 24 ساعة على 24 ساعة. الآن انتهت صلاحيتنا؟ لما لم يفكر البعض قط في مصيرنا نحن؟ نحن لا نسعى الصدقة من هذا المنبر، هذا واجبكم اتجاهنا. سؤالي موجه لبعض الناس الذين لم تبخل دولتنا ولا حكومتنا،
وأدت مداخلهم كاملة رغم ظروفها الصعبة ورغم الأزمة التي نعيشها جميعا. لما أنت تتقاضى أجرك ونحن لا؟ يعني أن أنت لك حق العيش ونحن لا، فلنمت إذن. كيف لي أن أزاول مهنتي هاته فيما بعد وأنا أرى هذه المعاملة الدونية لشخصي؟ كيف لي أن أدرس لتلاميذي معاني كثيرة ومنها الاحترام وأنا لم أحترم في هذه الأزمة، الحقوق وأنا حقوقي مهضومة، حب المجتمع وأنا بعضهم ينبذني؟ كيف لي أن أقول لهم المجتمع قائم على ثلاث: فلاح يزرع أرضه، وجندي يدافع عنها، وطبيب يداويه، إلى غير ذلك. لسا لدينا آباء وأمهات وأولاد يستحقون رعايتنا؟ أو أخطأت باختيار هذه المهنة الشريفة؟ فأنا أرى نجاحي في أولادكم الذين درست لهم، فأنا أم لما يناهز 1440 طفل أو تلميذ بمعنى أصح. إن درست لستين أو 40 تلميذا فقط لمدة 26 سنة، إذا أنا أم لتلاميذكم. أنا أم لتلاميذ منهم من أصبح طبيبا يداويك أيها الرجل المغربي وأيتها الأخت المغربية، ومنهم مهندس صمم وبنى لك ذلك المنزل الذي يأويك أيها المغربي وأيتها المغربية، ومنهم الأمنين الذي يحافظ على سلامتك وسلامة وطننا المغرب، ومنهم من أصبح وزيرا يسير دولتنا العظيمة، ومنهم قائد الجيش الذي يدافع عن صحرائنا المغربية. أنا المرأة المغربية التي كافحت وناضلت، سهرت وبكيت لآلام تلاميذها، تقاسمت معهم لحظات الحزن والفرح والنجاح. إنني امرأة غنية، نعم أنا امرأة غنية، غنية بحب تلاميذي لي، وهذا التعليم عن بعد لم يفرق بيننا، بل وضح لي مكانتي عند تلاميذي الذين ينتظرون كل يوم حصتي بفارغ من الصبر، ويتبادلون معي العمل ولحظاتهم الشخصية في المنازل. بمعنى التعليم عن بعد لم يفرق بين التلميذ وأستاذه، بل وضح العلاقة إنها علاقة وطيدة بيننا، ولا يمكن للبعض الذي أهاننا ولم يفكر لا فينا ولا في هذا الجزء المهم من المجتمع، بل هو مستقبلنا جميعا، فلا يمكن أن نفرق بأي شكل من الأشكال بين الأستاذ وتلميذه. جواب البعض قد يقول أن المؤسسات هي المسؤولة عنا، نعم المؤسسات التي نعمل بها هي المسؤولة عنا، وأنتم بدوركم مسؤولين عن أولادكم، فليؤدي كل منكم أمانته. أنتم أدوا المستحقات، وأصحاب المدارس يؤدون مستحقاتنا، فالحلقة دائرية ومغلقة، لا تنسوا ذلك. أنتم لا يحق لكم، أنا وأخص البعض، أستسمح إن عممت أحياناً، أخص البعض فقط، هذا البعض لا يحق له الحكم عن المؤسسات الخصوصية دون معرفة المشاكل والخبايا التي تعانيها بعض المؤسسات. وإن تحددت بكل هذه القناعة فلأنني أعرف ما تعانيه بعض المؤسسات من بعض أولياء الأمور. فأنا مثلا عملت بمؤسسات عديدة، غادرت بعد من مؤسسة أخرى لظروف خارجة عن إرادتي، إما لزواجي أو لتغيير مكان سكناي لأسباب خارج عن إرادتي، وبقيت علاقتي بهم وطيدة لأنهم وفروا لي فرصة الشغل واحترموني وأدوا مستحقاتي، وأنا من هذا المنبر لا أجامل أحدا، فهذه شهادة أحاسب أمام الله عليها. أرجع إلى صدر الموضوع، حاليا أعمل بمؤسسة فيها مديرة غلطتها الوحيدة أنها
وأنا لا أجاملها من هذا المنبر وأؤكد على هذا، فهذه شهادة سوف أحاسب عليها يوم القيامة أمام الله عز وجل. غلطتها الوحيدة هي أنها إنسانية تتعامل بليونة مع الجميع وتقدر الظروف، وأغلبيتهم الآن أو بعض أولياء الأمور لم يؤدوا المستحقات السنوية حتى الآن لظروف خارجة عن إرادتهم، وتحملت هي العبء مراعاة منها لهذه الظروف. في نظركم إن تحملت هي هذه الظروف قبل الجائحة، أو ستظنون أنها ستتخلى عن الآباء في هذه الظروف؟ إذن أظن أن كل إنسان يقف معك أثناء الرخاء يقف معك حتما في السراء وفي الضراء. هذه غلطة تحاسب عليها؟ هكذا نجازيها الآن برفض تقديم المستحقات؟ لا القديم ولا الجديد، ونركب على الموجة ونقول بأنها أزمة عامة، أزمة عامة عليكم وعلينا وليس خاصة بكم ونحن لا. أو ضمائركم، وأقصد البعض طبعا الذي أهاننا، أو ضمائركم مرتاحة الآن؟ أو بعث الله البلاء لنصحح أخطاءنا ولنتحد ونكون يدا قوية مغربية واحدة صلبة لا يكسرنا أحد، أم لنزيد أخطاء أخرى عوض التضامن الذي نص عليه الإسلام؟ فالإسلام أوصاك بالجار، ما بالك بالأستاذ؟ للأسف أرى العكس الآن هو السائد، بل هذا البلاء الذي يعاني منه أستاذ إطار أكثر من جائحة كورونا التي نعيشها الآن.